السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير ان شاء الله. قراءة جديدة وحصرية على قناة سرار العالم الروحاني لمواليد برج القوس. صلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. اللهم بشرني بما انتظر منك وانت خير المبشرين كلها. اتمنى من احبابنا في الله يدعموا الفيديو باللايك، وان كنت لم تشترك في القناة فلاشترك في القناة وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد من اسرار العالم الروحاني. ونبدأ بسم الله الرحمن الرحيم الكاشف. فضلا وليس امرا، انزل في التعليقات، صلي على الحبيب المصطفى بنية الفرد واستقبل البشرى. هذا قراءة عامة اخواتنا في الله لرجال ونساء. بسم الله الرحمن الرحيم الكاشف. شايف هنا انتوا عندكم محاربة شديدة. المحاربة دي انتوا هتكونوا متفوقين فيها، علشان انتوا هنا مش وراكم غير الحسد الشديد. شايف عندك برضو في تطهير، في تطهير قلب، في خروج من أزمة، في خروج من أي طاقة سلبية. شايف إن أنتوا هتكونوا مبسوطين جدا. شايف هنا في ناس سامة، والناس دي موجودة إنها تأذيكم، يعني موجودة الناس دي إنها تأذيكم، بس أنتوا عندكم حاجات كثيرة تتحقق معاكم. هتحاولوا تسافروا، عندكم طريق سفر بإذن الله تعالى. غير المصارعة اللي عندكم اللي مع حد مش مرتاحين معاه عامة، يعني او في امور مش ظابطه معاكم. شايف هنا انتم ماشيين وساكتين، يعني شايف ان انتم خدتوا صدمه قويه، يعني الصدمه دي خدتوها من حد ما كنتوش متوقعين ان هو يأذيكم او يصدمكم. شايف هنا عندكم هنا، اللهم صل على سيدنا محمد، شايف في فرحه، الفرحه دي انت منتظرها بقالك فتره، يعني شايف الفرحة دي انت منتظرها بقالك فترة. وشايف هنا في رجوع مع حد حصل ما بينك كلام او مشاكل، او حصلت حاجة ما بينك وما بينه، شايف في رجوع. بس خلي بالك في ناس عايزة تدخلك في دائرة، في دائرة الطاقة السلبية. خلي بالك، خلي بالك في ناس عايزة تدخلك في الطاقة السلبية. انت هنا بتكتشفوا الامور، بتكتشفوا الناس اللي حواليكم. عندك روحانياتك عالية، بلاش تضغطوا على نفسيكم، بلاش تقيلوا على نفسيكم علشان ترضوا غيركم، لان انتوا هنا الطريقة هتكون واسعة امامكم ومفتوحة. هيكون عندكم اصحاب قوة، هيكون عندكم اصحاب وظيفة او شغل او ربح كويس. بس عندكم هنا حد مضرور، متكبر، انتم مش عاجبكم. انتم هنا ما بتحبوش حد يكون متكبر، تحبوا تتعاملوا ببراءة، تحبوا تتعاملوا ببساطة، بشكل لطيف، بشكل إيجابي. بس الناس هنا اللي موجودة في حياتكم دي، يعني هم حاسين إن حاسسين إن أنتوا قليلين، بس أنتوا هنا قررتم إنكم تبعدوا أو ما تتعاملوش معاهم. قررتوا إنكم ما تتعاملوش معاهم علشان أنتوا هنا ما بتحبوش الكلام، ما بتحبوش الكلام الكذب، ما بتحبوش الغدر، ما بتحبوش الخيانة. في فلوس انتم مستنيينها بقالكم مدة، الفلوس دي انتم مستنيينها بقالكم مدة، الفلوس دي جايالكم بإذن الله تعالى. بس هنا طيبة قلبكم محسودين عليها، كما قلنا طيبة قلبكم محسودين عليها. بلاش طيبة قلبكم، علشان انتم دايبين الوضع لنفسيكم، دايبين الوضع لنفسيكم. بسم الله الكاشف. شايف هنا في حد بيقعد معاك وبيتكلم معاك، يعني شايفه بيقعد معاك وبيطبطب عليكم وبياكل معاك وبيطلع بره يجيب سيرتك، بيطلع بره يتكلم عليك وبيجيب سيرتك. انت هنا زي الاطفال، شايفكم هنا بتحبوا الحياه البسيطه وبتحبوا التواضع جدا، بتحبوا تكونوا متواضعين في كل حاجه. يعني شايفكم انت هنا تحملتم حاجات ما حدش يستحملها، وكل اللي قالوا لكم احنا معاكم سابوكم، سابوكم. بس انتم هنا ماشيين في طريق خير، في طريق نجاح. خلي بالكم، خلي بالكم، خلي بالكم. القوة او الفتحة او الدنيا مش بتديلكم غير من بعد كسر قلبكم. فانتوا قلبكم هنا مكسور، تجنبوا اي حاجة، تجنبوا. في طاقة ايجابية وخروج من محنة، خروج من محنة هتخرجوا الفترة دي. في تفاعل، في قعدة حلوة، شايف في تفاعل وفي لمة جميلة
على جميع الاوضاع في لمه جميله وتقف على ارض صلبه. بس انتوا هنا يعني بطلوا تحكوا بطلوا الحكي بطلوا الكلام على خصوصياتكم، بلاش كل اللي في قلبك يبقى على لسانك لان في ناس متدخله في حياتكم. بلاش الطيبه اللي فيكم وبلاش الثقه الشديده اللي فيكم بلاش، عشان واقعين في مشاكل، في ناس حابه توقعكم في مشاكل كثيره، لكن ربنا نداكم وحاليا بتعانوا لسه بتعانوا من التعب. وبلاش تبطلوا تفكير في ناس كثيره اذتكم، في ناس كثير اذتكم. شايف هنا في حدا شغال فيها فيها السلطه تبع حكومه، دماغكم شغاله فيها 24 ساعه، دماغكم شغاله 24 ساعه وعايزين تسيطروا على نفسيكم. في حدا هنا من بعيد، الحدا دي انتم بصين لها من بعيد وعايزين تحققوها، هتتحقق بمشيئه الله تعالى طول ما انتم متوكلين على الله حاطين املكم في الله، وان ربنا يساعدكم هتتحقق باذن الله تعالى، هتتحقق وربنا يسعدكم في الوقت المناسب بمشيئه الله بلاش التفكير 24 ساعه في التفكير السلبي، 24 ساعه دماغك شغاله في التفكير، بلاش التفكير بيأثر عليكم وضغطكم، عندكم ضغط شديد. شايف هنا عندكم الفتره دي شايف هيبقى فيه اللهم صل على النبي في وهتكون في لمه حلوه، شايف هتكون مبسوطين، عندكم هنا احساس ملازمكم بالوحده بالخنقه بالضيقه، لكن خلاص هتطلع من الطاقه السلبيه لان انتم هنا قافلين على نفسكم ببان كثيره، قافلين على نفسكم ببان كثيره، ما تتعاملوش مع ناس زعلانين قلبكم مكسور، الزعل اللي انتم فيه هتطلع وهتبصوا للحياه بشكل مختلف وهتقف على ارض صلبه وهتجاوب على نفسك على كل الاسئله اللي في بالكم يعني. فضلا وليس امرا احبابنا في الله دعموا الفيديو واللايك اخواتنا في الله. شايف هنا الانهيار اللي انتوا كنتوا فيه والتعب والضغط بسبب ناس معينه، الناس دي قاصده انها تكسر قلبكم وتكسر خاطركم، ربنا هيكرمكم من حيث لا تحتسب، ربنا هيكرمكم بمشيئه الله. شايف عندكم هنا اللهم صل على سيدنا محمد، عندكم فرحه قريبه فيها الراحه فيها سعاده، هذا الفرحه فيها راحه وفيها سعاده لكم بفضل الله تعالى، بلاش الخوف اللي فيكم والتوتر والقلق بلاش. شايف هنا في احلامك كثير، في احلامك بتشوف كلاب او حيوانات او افعى او اسود او نمور، في احلامك هذا من الشيطان، من السحر، لكن هتوصل، هتطلع من السحر ده وهتوصل، وجسدك هينضف، وبيتك هينضف، وهتكون في النص محاط بالنور بإذن الله تعالى، هتكون محاط بالنور، لأن عندك روحانيتك عالية، أنت بتحس بإحساس، بتحس بالأشياء اللي قدامك، عندك إحساس بالسحر، عندك إحساس بالحدا اللي حواليك، وعندك تخاطرك شديد وإحساسك شديد، بس هنا دايما يعني هنا شايف إن أنت استكفيت من ودعك في الحياة، يعني أنا شايفك هنا استكفيت من اللي أنت شفته في الدنيا. حان الوقت ان انت تبص للحياة بشكل مختلف بالشكل اللي انت محتاجه. شايف هنا كمان في امور انت هنا بتسعى فيه او بتسعى انك تغيرها. شايف هنا في شخص بيطلب منك فلوس، بس الشخص ده كذاب بس انا شايف هنا بينك وما بين الشريك في كلام، في مشاكل، في خنقة، مش مستحملين بعض، حاصل في كلام ما بينك وبين الشريك بسبب السحر، انتوا هنا بقالكم فترة، في مشاكل في المعدة، تعب في المعدة، في تساقط في الشعر، خلي بالك من السحر، حاول تتعالج منه، حاول تخلص منه بأي طرق. شايف هنا ان انتوا متعلقين بحد، حد بتحبوه بشكل كبير، في حد هنا بتحبوه بشكل كبير، بس خلي بالكم هنا شايف الكسرة اللي في قلبكم، في حد كنتوا بتحبوه كسركم أو غدر بيكم
أو سابكم بدون كلام ولا عتاب، قررتم أنت هنا تبعده أو تخلعه خلاص، قررتم تبعده أو تتركوا الطريق أو تسيبوه. إيه بس انت عندكم يا طريقة اختيار، انتم اللي هتختاروا او خيروا نفسكم قبل ما تختاروا. ان شاء الله الفترة اللي داية هتاخدوا حقكم ومتالت ومتلت في ظلم وقع عليكم، هتخصوا حقكم، حقكم رادع بمشيئة الله تعالى، حقكم رادع، حقكم رادع بقدرة الله. شايف ان انتم في حالات جديدة بتعملوها، في علاقة حلوة، شايف في طبطبة لكم، شايف في طبطبة لكم، في حدا واقفة معاكم هنا، يعني شايف هنا في حدا واقفة معاكم، بس ان شاء الله بعديها فيها الراحة، راح يفتح امامك الباب اللي كنت بتحاول تفتحه، وبالسفر ربنا يسترها معاك وهيساعدك في السفر معاك، في برضه رزق، في راحة ليك السفر، في حب، حابب انك تسافر، وفي حدا جديدة خلال يعني ايام، خلال ايام هذا بإذن الله تعالى، يعني شايف انتوا هنا دايلكم من وراها مال، ممكن نقول مال، دايلكم على مكافأة أو وظيفة أو رجوع حق أو رجوع دين أو ورث أو حوالي، دايلكم في خلال خمس نقط دايلكم المال ده، هتكونوا مبسوطين. في رسالة هنا هتدي لك، انت منتظرها، قدامك نقطتين وهدي لك الرسالة، يومين أو ساعتين دي لك رسالة بإذن الله تعالى فيها فرحة ليك، هتكون سعيد، منتظرها المكالمة أو رسالة تدي لك. في هنا أنت كنت بتحاول تشتري مسكن أو حابب تنقل من المسكن اللي أنت فيه، راح تنقل خلاص بإذن الله تعالى، هتحقق أملك أو حلمك إنك تنقل من المسكن اللي أنت فيه، وفيه الراحة ليك وفيه السعادة بمشيئة الله تعالى. في ارتباط قريب، في ارتباط قريب، وكما قلنا في هنا للمفصلين شايف في عتاب، في عتاب وفي صلح، عتاب وصلح بمشيئة الله تعالى. وابعد عن الناس اللي بتأذيكم، الناس اللي بتحط عليكم وليست تأخذ منكم. شايف عندكم هنا خمسة، رقم خمسة، رقم خمسة ده مميز، ده بكم طاقة إيجابية، ده بكم طاقة فيها فرحة، طاقة السعادة بإذن الله تعالى. شايف عندكم هنا أكتر من خبر مستنيين، يعني أكتر من خبر تسمعوه، عندكم أكتر من طاقة إنها تكتمل أو يكون فيها أمور حلو ليكم، بس هنا شايف هنا بتديلكم حادة وتختفي، بيديلكم إحساس وبيختفي، بتدخلوا في طريق حادة بتكون بتساعدكم وتسيبكم وتختفي. بلاش الكلام الكثير عشان انتوا عندكم لخبطة، مش عارفين ايه اللخبطة، لانه عندكم هنا روحانياتكم عالية عالية بنسبة شديدة، عندكم التخاطر ده شديد قوي، سواء كانت احلام بس بتنسوها، في منكم بينسى الاحلام، بيحلم احلام وبينساها، مش بتكتمل او بينساها، في منكم برضو اللي بيفتكرها، في منكم اللي عنده هنا مس وعنده سحر، وعنده سحر. اكتر حدا عندك الحسد، الحسد شديد عليك، شديد يعني بالنسبة شديدة قوة الحسد، وعندك السحر، بس عندك يعني هنا معك روحانيات، يعني حاجات كويسة، حاجات صالحة بتساعدك كثير على قد ما تقدر، لكن مش قادر على السحر، مقفول عليها، مش قادر على تخلص لك السحر، فانت ساعد نفسك، ساعد نفسك، خليك تخلص من السحر والحسد اللي عندك، خليك تتواصل مع روحانيتك لان روحانيتك كويسة ماشي حاليا، يعني هي اتفتحت معك الابواب كبير مرة، مشيت معك طريق مكتمل، لكن انقطعت، وقفت معك الدنيا، وقف حالك، وقف، حصل معك تعطيل، حصل معك نفور، محتار، حصل معك برضو تعب شديد من السحر احبابي في الله، بس الطريق هتمشي معاك مره تانية وهتمشي لهدفك وهتوصل للطريق اللي كنت عايزه، وهتعلى هتعلى هتعلى. شايفك انت مش عايز تعاتب حد بسبب اللي انت شفته من الناس دي، مش عايز تعاتبهم، مش عايز تتكلم معاهم، عايز تبعد، قررت ان انت تبعد عن الناس دي، تعتزل في حالك، تقول انا مش دعوه بالاشخاص دي، انا خدت شغل منهم التعب، الظلم، المشاكل، الخنقه، خدت شغل منهم المصاريف اللي صرفتها او تعب كتير او صرفت عليهم فلوس كتير، فانت حبيت تعتزل عن الناس دي وتاخد جزء بعيد عنهم، لانك انت سمعت كلام كتير، يعني شايفك انا بس انت واضح هنا في مشكله، في مشكله في المحاكم او حاجه، بس هي تتحل خلاص، يعني بنا عندك ان انت عندك ثقه في الله كبيره جدا، لكن هتخلص منها باذن الله تعالى المشكله اللي عندك. الماديات، في انفراجات كبيره تيالك،
شايف برضو في فلوس دايرك حوالات او فلوس او انت عطى حد فلوس سلف او مسلف حد ورد عليك ورد عليك باذن الله تعالى خلاص. استغل ايامك كلها الفتره اللي دايه في صالحك، امشي في الطريق اللي انت مكتمل فيه هتوصل، هو ماشي حصل معك شويه تعب لكن هتوصل بقدره الله تعالى. كل ما تكتمل تحصل لك عراقيل تحصل لك حاجه لكن هتوصل. في هنا شايفك هنا في طرف ثالث حطك في دماغهم، حطك في دماغ الطرف الثالث، انت ما عطهوش اهتمام او بعيد عنه لكن هو حاطك في دماغه وعايز يوصل لك باي طريقه، عايز يوصل لك باي طريقه. الست اللي عامله لكم السحر، الست اللي عامله لكم السحر دي هي قمحويه يعني سمراء بما يقولوا وطويله مش قصيره، طويله الست دي وقمحويه وقريبه ليك، قريبه يعني جدا مش بعيده يعني مش غريبه، قريبه ليك ماشي. فخلي بالكم منها الست دي، يعني اول حرف منها اللي سالوني كتير على اول حرف، حرف السين، حرف السين شايف حرف السين، حرف الهاء منها من حروفها سواء كانت حرف السين او حرف الهاء او حرف الميم او حرف العين او حرف الحاء من حروفها. صلى على الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. شايف عندك هنا اكتر من حاجة بتديك طاقة ايجابية، عندك اكتر من حاجة بتديك طاقة ايجابية بتخليك يعني احسن من الاول يعني. فشوف نفسك، حاول يعني تشتغل على نفسك، اشتغل في زي ما انت في الطريق اللي انت فيه هتوصل باذن الله تعالى. عندك تغيير في سكن، تغيير في سكن هتنزل من مكان لمكان باذن الله تعالى. بسم الله الكشف، اللهم صل على سيدنا محمد. بسم الله بسم الله. في حاجه هنا انت مقصر فيها او في تقصير ما بينك وما بين نفسك، ما بينك وما بين حد، عندك طاقه تقصير مقصر، في حدا مقصر فيه. ايه هي اللي مقصر فيه؟ شايفك هنا بتكتمل في حياتك بشكل كبير. شايف عندك كده رساله، رساله، رسالة انت هتقراها، الرسالة دي ديالك فيها خير بإذن الله تعالى. في استلام من أوراق، أوراق راح تستلمها فيها خير ليك برضه، في حد غايب عنك بقاله مدة كبيرة وأنت عمال تدعي له إنه يرجع بالسلامة، إن شاء الله يرجع بمشيئة الله تعالى. في حد هنا مسدود قريب ليك أو مريض، شايف عليه محتاج مساعدتك أو محتاج دعمك أو محتاج الدعاء، مسدود أو في السجن او بيخلص او عيان او بيعمل عمليه ربنا يشفيه باذن الله تعالى، او هيخرج من الاسر اللي فيه او من السجن اللي هو فيه هيخرج بقدره الله تعالى ان شاء الله. شايف عندك مفاجاه هتحصل، هتغير حساباتك بشكل كبير، مفاجاه هتحصل لك باذن الله تعالى. في حد انت هتعملها هنا هتعلي من شانك او شغل او علاقه شغل جديده، في حد هتعلي من شانك، في حدات هتنشال وهتاخذ حدات احسن. شايف عندك برضو هنا انت مشروع شغل بالك، او هتدخل في مشروع او داخل في مشروع شغل بالك، اكتمل كمان انت بس اكتم اسرارك، اكتم اسرارك لان في حواليك عيون كتيره، في ناس كتير مش بتحبك زي ما انت بتحب ناس، في ناس برضو بتحبك وفي ناس مش بتحبك بتتمنى لك الشر. شايف عندك هنا اوراق تايهه منك او اوراق انت بتدور عليها او بتخلص اوراق او محتاج تخلص اوراق، ان شاء الله هتكتمل معاك باذن الله تعالى ان شاء الله. شايف هنا هتربح يعني مشاريع، هتربح قضايا هتربحها، شايف عندك مكسب كبير جدا، عندك مكسب كبير جدا باذن الله تعالى، بس انت محتاج الصبر، محتاج الثقه بنفسك تزيد، خلي عندك الصبر. شايف عندك هنا حد هيتصل بيك هيطلب منك حاجه، هيطلب منك فلوس، هيطلب منك حاجه معينه. شايف هنا في شخص هنا الشخص ده يعني قريب عندنا، قريب ليك، قريب ليك، بس في امور كويسه هتكون ما بينك وما بينه، هيكون في حد جديد في حياتك. شايف ان انت دقيت على باب او حاولت تفتح باب والباب ده مغلق قدامك لكن انفتح الان وهيتفتح الباب، واللي في السجن هيخرج، اللي في السجن او المريض هيشفي وهيتفتح الباب، في الباب اللي انت دقيت عليه كان مقفول هيتفتح لك باذن الله تعالى. صلى على الحبيب المصطفى. شايف هنا انت حالة ده مخلياك كاره اي حاجة تخص الحب، تخص الحب. شايف هنا انت حاجة بتتكرر معاك، اشارة، حلم عايز تفسره، في حاجة انت عايز توصل لها، في حاجة تعباك، محيراك،
محتار فيها، عايز توصلها، لانك لو وصلت للحدة دي هتعلى من شأنك، هتوصل لأهداف كتيرة، هتوصل لحاجات كتيرة تعلي من شأنك. انت خاطط عقلك كله تفكيرك فيها علشان توصل للحدة دي، والحدة دي ان حليتها هي عقدة او هي حادة مربوطة او حادة مكفولة. ان فتحتها وحليت لغزة هتوصل للهدف الصح، هتوصل عقل يعني شأنك هيعلى هيعلى هيعلى، وهتخلص من العراقيل كلها اللي في حياتك، هتخلص من السحر، هتخلص من المس، هتخلص من التعب، هتخلص من اي حاجة واقفة في حياتك، حتى الديون هتبقى مرتاحة معاك بإذن الله تعالى، هتعلم شأنك. شايف في حاجة برضه هنا هتفرحك الفترة دي، ادعم فيديو باللايك فضلا وليس امرا احبابي في الله، لان كثيرة والله بينسى يدعم الفيديو باللايك فضلا وليس امرا، ادعم الفيديو باللايك. شايف هنا في اختلاف ما بينك وما بين صديق، او اختلاف ما بينك وحد قريب ليك، الخلاف ده كان من فترة فاضي، من فترة يعني من الماضي، من فترة فاتت، هيبدأ صفحة جديدة او هيكون في صلح ما بينكم او انت اعتزلت عنهم، في خير بإذن الله تعالى. الاهل مركزين معاكم جدا، الاهل يعني مركزين معاكم في كل حال، حتى في المال اكتر حدا مركزين معاك في المال، فانت بيديلك فصلان، بيديلك ضيق، بيديلك خنقة. شايف عندك هنا محادثة ما بينك وما بين حد، امسحها او اتجنبها، بلاش كل شوية تمسك التلفون وتبص على المحادثات او منتظر منه محادث او منتظر منه يبعت لك حدا، لا ابعد عنه او اترك الطريق دي. شايف هنا حد بيدعي لك وعارف ان انت بيدعي لك، بيدعي لك هو عايز مصلحتك ودايما بيدعي لك، بس انت يعني ما بقيتش شايف مين بيحبك، ما بقيتش شايف مين عايز مصلحتك بسبب اللي حصل معاك، المشاكل او اللي حصلت معاك او انت اللي مريت بيه، لان انت مريت بحاجات كتيره جدا، تعبتك نفسيا، كسرت قلبك، يعني حاجات كتيره خذلتك، ما كنتش متوقع ان يحصل كده. شايف الفتره دي انت مش واخد راحتك في حاجات كتيره جدا، مش واخد راحتك في حاجات كتيره جدا، عندك يعني حالتك النفسيه هتبدا تتحسن معاك، هتبدا تحسن، هتطلع من حاله الاكتئاب بفضل ربنا باذن الله تعالى، هتطلع من الخذلان، هتعرف ان في حد هنا يدعمك، شايف طريق سفر قدامك، معروض عليك سفر، او انت حابب تسافر بس عندك يعني مشكله او حاجه هتخلصها وهتسافر. في حاجه عندك هتخلصها وهتسافر باذن الله تعالى، فاتحه معاك طريق السفر، فيها رزق ليك، فيها خير، فيها فسحه، فيها فرحه ليك، طريق السفر معاك مرتاح تمام تمام، بس هي مشكله في الاول بتخلصها، هتخلص باذن الله بسهوله وهتسافر وهتوصل لهدفك باذن الله تعالى. بالك مشغول 24 ساعه، مش عارف تاخد قرار، مش مرتاح، تعبان، مضغوط، محتار، مخنوق، قلبك مكسور، عندك الضيق، الفتره اللي دايه فيها خير ليك. في فرحة في أرض بيتك، هنا ممكن نقول خطوبة أو حد ارتبط قريب ليك أو زواج أو رجوع للمنفصلين أو زواج مرة ثانية، لأن الفرحة مكتملة في أرض بيتك، أنت فرحان وسعيد وأهلك كلهم فرحانين ومبسوطين معك. شايف هنا أنت ما بتحبش تتكلم كتير، بتحب الشخص الهادي الكتوم، بتحب بلاش يعني الفرحه لما تدي لك تعرضها على الكل، بلاش لما تدي لك حاجه تتكلم عليها، اكتب اكتب شويه، بلاش الكلام الكتير، بلاش الكلام الكتير. شايف انا دايما بقول لكم هنا دايما ان انتم تعبانين في حياتكم بشكل كبير جدا، في اختلاف يعني في اكتر من حدا معاكم، يعني شايفكم برضه انتم منتظرين كذا حاجه تحصل، منتظرين طاقه خير ليكم او يعني طاقه فرحه، بس انا شايف هنا في كلام انتوا سمعتوه والكلام ده مازال موشوش عليكم، عندكم شك يعني محتارين، بتحاولوا يعني شايف ان انتوا بتفكروا كتير في الكلام ده، يعني في حدا انتوا ازياكم والله اعلم ثم اعلم، يعني انت نيتكم كان الصافي، نيتكم كانت كويسه، بس هنا شايف عندك هنا حدوث اشياء جديده ليك، فيها فرحه ليك، فيها سعاده ليك باذن الله تعالى، وهتوفي بالنذر اللي عليك لان عليك نذر، ليك عليك نذر هتوفيه باذن الله تعالى وهتحسبها بالورقه وكلام، وشأنك هيطلع وهتعلي بقدره الله تعالى. وصلي على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاه والسلام، اللهم بشرني بما انتظر منك وانت خير المبشرين كله. اتمنى من اخواتنا في الله وحبيبنا في الله يدعموا الفيديو باللايك، وان كنت لم تشترك في القناه اشترك في القناه وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد من اسرار العالم الروحاني، وان كنت بتعاني من السحر او من النس او من تعطيل او من تابعه او من اي شيء داخل القناه
ننزل كل شيء بإذن الله تعالى، والرقم أمامكم اللي حابب يتواصل معنا يتواصل، وكما تعودنا مفتاح كل شيء الصلاة على الحبيب المصطفى، انزل في التعليقات صلي على الحبيب المصطفى، اللهم صلي صلاة جلال وسلم سلام جمال على حضرة حبيبك سيدنا محمد، واغشيها اللهم بنورك كما غشيت سحابة التجليات فنظر إلى وجهك الكريم وبحقيقة الحقائق كلم مولاه العظيم الذي يعزه من كل سوء، اللهم فرد كربنا كما وعد، أمن يجيب المضطر إذا دعاه.